عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جبت لكم درس تعليلي فون، راح نشرحه لكم. السنه الخامسه ابتدائي صفحه 78. ليليفون الفيل. ليزيليفون ابيتون افريكيونازي. الفيله تعيش في افريقيا واسيا. ايل فيف اون غران تروبو كومبوزي دو بليزيور فامي. تعيش في قطيع كبير مكون من العديد من العائلات. ليليفون اي فيجيتاريان. الفيل نباتي. chaque jour كل يوم il avale 200 كيلو d'herbes de fruits de racines qu'il arrache avec sa trompe. كل يوم يبتلع 200 كيلوغرام من العشب والفواكه والجذور التي يقتلعها بخرطومه. il possède 4 dents qui lui servent à mâcher la nourriture. يمتلك 4 أسنان التي يمضغ بها الطعام. ليليفون ne s'éloigne jamais d'un point d'eau. لا يبتعد أبدا عن نقطة ماء. pour pouvoir boire et se baigner. كي يستطيع أن يشرب ويستحم. il boit jusqu'à 80 litres d'eau par jour. إنه يشرب حوالي 80 لتر من الماء في اليوم. pendant la saison sèche خلال موسم الجفاف. il cherche l'eau sous le sable. يبحث عن الماء تحت الرمال. en creusant avec ses pieds ويحفر برجليه. si défense وأنيابه. إسا ترامب وخرطومه. نروح الأسئلة. où vivent les éléphants؟ أين تعيش الفيلة؟ ها الأجوبة. ils vivent en Afrique et en Asie. تعيش في إفريقيا وآسيا. de quoi se nourrissent-ils؟ ماذا تأكل؟ نعم. ils se nourrissent d'herbes, de fruits, de racines. comment s'appelle l'animal qui ne mange que des végétaux؟ ماذا يسمى الحيوان الذي يأكل النبات؟ il s'appelle végétarien. combien l'éléphant a-t-il de dents؟ كم للفيل أسنان؟ l'éléphant a 4 dents. لديه 4 أسنان. maintenant tu as des informations sur l'éléphant, donne-les à tes camarades. يعني عندك معلومات حول الفيل، أعطها لأصدقائك. هنا هذه المعلومات، أنا درت فيديو من قبل نزلته على الفيل، روحوا طالعوا على هذا الفيديو تلقوا المعلومات على الموضوع هذا الفيل. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نزلوه.